شخص هذه انتهت. تقول بنت أخي، السؤال الثالث لها: بنت أخي هي ابنتي من الرضاع، هل ترفع النقاب أمام زوجي؟ نعم، هي ابنتك من الرضاع وابنته من الرضاع، هو أبوها من الرضاع، مش هو زوجك، هو أبوها من الرضاع. اللبن الذي رضعت منه البنت ما ثاب اللبن في ثدي المرأة إلا بماء الرجل، فهو أبوها في الرضاع، فترفع النقاب ويخلو بها ويسافر بها ابنته، هي ابنته، نعم، وهي محرمة عليه أبديا لقول النبي: يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهل زوجها يكون محرما لي؟ نعم، هي بنتك، هي بنتك من الرضاع، فزوجها يعني يكون إذا دخل بها يكون محرما عليك تحريما أبديا، يكون محرما عليك تحريما أبديا. وأصل ذلك وأسه وأساسه قول النبي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.